السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو اتحداك ما تحس بالزعل لان الفيديو او انه تشتركوا في القناة نصفي انتم ميت مشترك وضغط لايك على نصفي لا عبر عن غير قبل نبدا الفيديو. انا مش عارف اسانسير من الكهرباء وما عارف تكاشي ينزل ازاي. واو ينزلوا من فوق لتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على كان بحط الحاجات المرة التانية. النظام زي بتطبع الصحون أو كده بتاع شكل دايرة أو شكل حلزون. دي بحط التليفون بيشحن لوحده. دي تليفون هواوي بيشحن لوحده. واو بحط ليه من ورا بروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة رقيقة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة أو أي حاجة صوت لغاية مادة لزجة. دي بنضف المكنسة بتنضف. واشوفها القديمة اللوكت الجديدة اللوكت عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة اصرفها عاملة ازاي. مرة روعة حلوة. دي تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان زاد واحدة راح كل يوم لازم معايا. بص الالوان كلها دي بص دي نفس زي الاولى دي نفس زي الاولى. دي بص برضه بيعمل بيديه بيعمل كله طالع. واو مرة رابعة واحد عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جامد متغلف او شيل التغليف اللي عليه. شيل التغليف اللي عليه دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي بنقول زي لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات العام ومعروف العدد اللي تحتها اللي بتنزل فيها. تقنيات بقى دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي بقى بجوز تكتب جوز زي برضو ولا تلاقيه برس مع الايدي او برس مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي كان تاكسي نموت كان في المطارات نموت طريق تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتتعمل 4 ثواني. دي بنغلف شنط السفر بنغلفها. مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف المعلق او الجبسون بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقلام رصاص او العاب مائية. دي لسه بقى تتغلف تتحط في قارتين تتغلف على فوق. واو برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لفه على بتاع هيلفه برضه على بقى هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب دي بيض شايل بتاع الواو حط مادة عند الواو عند أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس كورس صغيرة من هالزرق. دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب الاف حتة ويرسم عليها. دي اشكال بتاعت الورق ديت